محمود نصر ابن مدينة السويداء، ولد عام 1983 في مدينة دمشق. تقدم مرتين للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية بعد حصوله على شهادة الثانوية بمعدل يخوله الدخول إلى كلية الهندسة. انتسب للمعهد في عام 2002 وتخرج منه في عام 2006. حصل نصر بعد تخرجه على منحة للدراسة في فرنسا، ثم عاد إلى المسرح وعمل معيد فيه لمدة فصل دراسي واحد. بدايته في التمثيل كانت عام 2006 بمسلسل سقف العالم الذي جسد فيه شخصية أحمد، ثم شارك في العام التالي بثلاثة أعمال ناجحة وهي مسلسل ممرات ضيقة ومسلسل الليلة الثانية بعد الألف والجزء الثاني من خالد بن الوليد. يعتبر محمود نصر واحد من أهم النجوم في الدراما السورية والعربية، فقد اشتغل بالعديد من الأعمال التي تركت أثر لدى الجمهور سواء كانت اجتماعية، تاريخية وحتى أعمال بأشامية. شارك في مسلسل شركاء يتقاسمون الخراب عام 2008 مع المخرج محمد زهير رجب، ومسلسل ليس سربا واسأل روحك في العام نفسه، بالإضافة إلى مشاركته في كل من مسلسل شتاء سخن في عام 2009 وتعب المشوار عام 2011 ومسلسل عمر بدور زيد بن الخطاب في عام 2012 وأيضاً مسلسل تحالف الصبار والإخوة عام 2014. عند الحديث عن الفنان محمود نصر لابد من ذكر عروة، وهي شخصيته في مسلسل الندم الذي لاقى عند عرضه في عام 2016 نجاح كبير وحاز على جائزة أفضل مسلسل سوري في ذلك الوقت، كما حصدت شارته قلبي علينا من ألحان إياد الرماوي على جائزة أفضل شارة أيضا. العمل من إخراج الليث حجو وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم الفنان سلم حداد والفنانة سمر سامي. جسد نصر بالمسلسل شخصية رئيسية كانت بمثابة نقلة نوعية بمسيرته، وجمعته قصة حب مميزة وكبيرة بينه وبين زوجته هناء التي جسدت شخصيتها الفنانة دانا مارديني والتي تموت في فترة شبابها. بالإضافة لشخصيته سلطان الليل التي قام بتجسيدها في مسلسل قناديل العشاق عام 2017 لعب فيه دور البطولة إلى جانب الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور اللذان جمعتهما البطولة أيضا في المسلسل الرومانسي المشترك دانتال عام 2020 وجسد فيه نصر شخصية يوسف. عرف في الساحة المصرية من خلال تجسيده لشخصية السلطان سليم الأول في مسلسل ممالك النار الذي تم عرضه في عام 2019. موسم رمضان 2022 كانت لمحمود نصر مشاركة مميزة من خلال مسلسل مربى العز للمخرجة رشا شربتجي التي أشادت بدورها خلال إعلانها عن المسلسل بأدائه. حقق العمل الذي يجسد فيه نصر شخصيتين مختلفتين تماماً نجاحاً كبيراً، وهما شخصية مناع وشخصية ورد. لمع اسم محمود نصر في بطولة مسلسل كريستال بالنسخة العربية من مسلسل حرب البرود التركي بدور الدكتور جواد إلى جانب كل من الممثلة باميلا الكيك وستيفاني عطلة. يستعد الممثل السوري محمود نصر للانخراط في الدراما السورية مجدداً إلى جانب الفنانة سلافة معمار في مسلسل جديد يحمل توقيع المخرجة رشا شربتجي، ويشارك في المسلسل يامن الحجلي الذي كتب قصة العمل بالشراكة مع علي وجيه والممثلة نادين تحسين بيك وسامر إسماعيل. كثيراً ما يتحفظ الفنان محمود نصر على حياته الشخصية بعيداً عن الأضواء والإعلام، وانتشرت سابقاً عدة شائعات عن زواجه وهوية زوجته، لكن سرعان ما تم تكذيبها.